وإذا زول عبد نبيا من الأنبياء كعيسى عليه السلام غلا فيه فكفره الله، فكيف بمن يغلو في من هو دون عيسى عليه السلام؟ إذا زول يا جماعة البغلو في عيسى عليه السلام الله كفره، البديو حق الله تعالى يدي له نبي من الأنبياء كفره الله، فكيف بمن يعطي حق الله لغير نبي من الأنبياء؟ دليل دليل الله بيعلم الغيب، يقولوا الشيوخ بيعلموا الغيب. الله بيدي الجنة، يقولون الشيخ فلان بيدي الجنة في بحر هنا. الله يعلم السر وأخفى، يقولوا شيخ فلان بيكشف في الضمير وفي القلب بيكشف. الله بنجي من الكرب وفي المصائب، يقولوا فلان بنجي من المصائب وفي الكرب ومن الكرب. هذا يا جماعة شرك بالله تعالى. والله أنا بستغرب بس لو زول عقيدته في شيخ من الشيوخ لقاه نصراني دار يناقشه، البغلب الثاني منه أنا دار أعرف البغلب الثاني منه ده بيقول لي أنتوا بتغلوا في عيسى عليه السلام، ذاك بيقول لي أنتوا بتغلوا في المكاشف أعظم ياتو. بس أنا أعرف أعرف يقول لك لا، ما هم قالوا عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام إله مع الله تعالى، وانت قال ديل قالوا فلان بيعلم الغيب بس هذه براءة كفاية، لكن ديل قالوا كلام بس الناس ما قرأت الكتب. كتاب طبقات والضيف الله صفحة 116 ومطبعة آخر طبعة 2012 قبل 5 سنوات قبل 7 سنوات قال فيه صفحة 116 قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على 3 أقسام صغرى ووسطى وكبرى، فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات، والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي. هو ولده بقول كلمة دفع الله ولدي. قال والكبرى القطبانية، ده قطب قال. قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب، قال واعلم يا ولدي في نفس الصفحة والله الذي لا إله غير صفحة 116 بس لو عندك الكتاب افتح جزاك الله. قال واعلم يا ولدي أن اسم أبوي دفع الله، أن اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم. قال وكان إذا أراد أن يكتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله الحجاب، كتب فيه دفع الله. ده كتاب ده أنا بديك 5 كتب أمسكها واحد واحد. ده الكتاب الأول. الكتاب الثاني ده طبعوه في بيروت، في بيروت صفحة 427 شيخ اسمه محمد الفرغلي، واحد ثاني اسمه محمد الحضري، الاثنين بديك كلامهم. الفرغلي قال كنت كثيرا ما أمشي بين يدي الله تعالى تحت العرش فأقول له كذا ويقول لي كذا. وقال الشيخ مخيمر النقيب بعد أن خطف التمساح ابنته جاء إلى الشيخ محمد الفرغلي وقال له يا شيخ إن التمساح خطف ابنتي، دار أوريك الغلو الغلو. قال فأمره بأن يذهب إلى البحر وينادي بأعلى صوتي يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فذهب إلى البحر فقال يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فخرج التمساح كالمركب، كذي مكتوبة في الكتاب، قال كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف بباب الشيخ. تمساح ذاته بعرف بيت الشيخ والله. قال فخرج الشيخ فقال للحداد، أمر الحداد بقلع جميع أسنانه، قال لك كسر أسنان التمساح ذا. قال فكسر أسنانه. قال ثم أمره بلفظها، قال فخرجت حية مدهوشة، البيت بعد قرمشة تمساح، قال خرجت حية مدهوشة
فقال له لا تعود تخطف إنسانا وأنا حي. قال لي تاني أنا في البلد دي قاعد تمزح، شوف لك رزق في محل تاني. قال فرجع إلى البحر ودموعه تسيل. تمساح يا عم نصر بكو، تمساح بكو. هذا يا جماعه هذا كلام ده بجنبه، ده الفرغلي ذاك الحضري ذاك جابه كبيره. ويزو شاكي في كلامنا يرجع للكتب دي. ذاك الحضري ده قال في ترجمته، قال واخبرني ابو الفضل السرسي انه جاءهم يوم الجمعه، الحضري ده جاءهم يوم الجمعه، قال فسالوه الخطبه، قال له عليك الله الشيخ الدين خطبة. قال فطلع المنبر فقال بسم الله، فطلع المنبر باللفظة دي. قال فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. كدي مكتوبة، ده دين، ده الكتاب رقم 2. الكتاب رقم 3 دي بتاعت القوم، واي زول بعد ذاك يتعصب لهم ده ما ترجو فيه خير، والله ما فيه خير والله. شوف مش لو جاء قبل الاذان الاول، لو بيت جوا الجامع، شوف ده يتعصب ليديل بعد الكلام ده. ودي كتب انت ارجع لها عشان تشوفنا كذابين ولا صادقين. الكتاب رقم 3 بالصفحه بجيبه لك، اسمه الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه، بديك في موضعين بس. الأول صفحة 45 44 45، والثاني الصفحة الثانية في نفس الكتاب وطبعوه في القاهرة في مصر، شارع الدراسة، شارع الدراسة دار الكتب بمصر في القاهرة، صفحة 44 ل 45، والصفحة الثانية صفحة 114. في الأولى ديك قال إذا ألمت بك مصيبة أو أصابك هم فإنك تقول، تقول شنو؟ قال تصلي لله 11 ركعة، وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة والإخلاص 11 مرة، 11 مرة تقرأ الإخلاص. قال ثم تخطو 11 خطوة إلى جهة العراق، فتقول في الخطوة الأولى يا شيخ محي الدين، وفي الثانية يا مولانا محي الدين، وفي الثالثة يا غوث محي الدين، إلى أن قال وفي السادسة يا خواجة محي الدين، لحد ما مشى الحداشر قال وفي الحادية عشرة يا شيخ الثقلين مولانا محي الدين أغثني، أغثني، بيستغيث بمحي الدين ولا بيستغيثوا بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دي صفحة 44 ل 45. هناك صفحة 114 قال ده ذكر بيقولوا بعد العشاء، ذكر بعد العشاء بعد المغرب، المهم قالوا بيقولوا صفحة 114 قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، إلى آخره، إلى أن قال يا كاشف الكروب، يا علام الغيوب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، إلى أن قال بسهسهوب طهطهوب لهوب حمحم ذي العز الشامخ الذي سخر كل شيء. طهطهوب ده شنو؟ ده أنا عارف. سهسهوب ده شنو؟ لهوب ده شنو؟ بلاوي. دي كتب، دي كتب القوم يا ناس. ده الدين يدان لله تعالى به، وأشياء كثيرة، قصائد كثيرة جبناها في الدروس دي، وما زلنا نقولها إلى أن نلقى الله أو يتوب القوم، ما في حل إن شاء الله تعالى، إلى أن نلقى الله أو يتوب القوم أو نضل، هاي تولى يحصل لنا شيء، بلاوي يا أخ، مصائب يا غلو في البشر، رفعون فوق قدرهم، ولذلك صرفوا لهم أصناف العبادة. زول تلقاه ما يقدر يسافر الا نمشي للفقيه، اسافر ولا ما اسافر؟ ده بتاع مكتب بتشاوره لشنو ده؟ انا دار اتزوج اهال فقيه، دي بتنفع ولا ما بتنفع؟ لا دي ما بتنفع وكذا، ما بتنفع بعد ايام تجي تلقى الشيخ خطبها، هذه حلوها كيف؟ الصف طالع كده بلاوي سايق.
داير جنا امشي للشيخ، جاتك كربة يا الشيخ الحقنا، راحت منك شيء يا الشيخ شوف لي، والشيخ ده جوكر اي شيء بخش فيه، انا داير اعرف اي شيء بخش فيه، كلها مصايب اخ في البلد دي وبلاوي، معلش نسوي شنو قدر ما